الجميع يتكلم عن فضل سرش البقرة وعجائبها، وكيف أنها تغير حياة الإنسان إلى الأفضل، وكيف أنها تبطل كل السحر وكل هم وعين التي تدمر الصحة وحياة الإنسان. هذا الموضوع جعل الناس تنقسم إلى قسمين، البعض يقول لك نحن نقرأ سرش البقرة كل يوم والأمور تزداد إلى سوء، بالعكس عندما نتوقف منها ترجع حياتنا إلى طبيعتها، والآخر لولا سرش البقرة وفضل الله علينا ما عرفنا طعم السعادة، فهي أقوى مفعول يزيل الهموم والأحزان. لهذا أتينا اليوم لتوضيح الأمور لتبقى الصورة واضحة للجميع. دائما ما نختار قصص واقعية لأناس داوا مع سورة البقرة وكيف تغيرت حياتهم، ونعطيكم الدليل في الأحاديث النبوية عن فضل سورة البقرة وبركتها، وأبحث عن أكثر سؤال الذي يبحث عنه الناس، وأكثر سؤال الذي يبحث عنه الناس هو متى يبدأ مفعول سورة البقرة، والقصص مدومين على سورة البقرة. لهذا اخترت هذه القصة المرأة الصالحة مع سورة البقرة، هذا ما سنعرفه. قبل أن نبدأ لا تنسى متابعة قناتنا ليصلك كل جديد، وضع لايك وشارك هذا المقطع مع الأصدقاء والأحباب لكل من لديه مشكلة في حياته، لا تبخل عليه بهذا المقطع، واسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. هيا نبدأ. قدم لها شاب لخطبتها، وهذا الشاب كان غنيا ما شاء الله تبارك الرحمن، أموال عدد لا يحصى من المال، وأعجب بهذه الفتاة وأراد الزواج منها، لكن المرأة أرادت معرفة حياته في الدين، هل هو شاب صالح أم العكس؟ قالت لأهلها اسألوا عنه وعن أحواله في الصلاة والأمور الدينية، وهذه نصيحة لكل فتاة، لكل فتاة مقبلة على الزواج، تذكري هذه المقولة، المال لا يصنع السعادة، وأن هذا الرجل التي أنت مقبل على الزواج منه هل هو يخاف الله أم أنه مخالف لحدود الله؟ إذا كان هذا الشاب أو الرجل مخالفا لحدود الله كيف سيعرف قيمتك؟ وهو أهم حدود الله لا يعرفها. يجب على الإنسان أن يراجع نفسه قبل خطوة أن يخطوه في حياته، لأن الدين دائما لا يختار لنا شيئا إلا هو منفعة للإنسان. كان هذا توضيح لتوصيل المعلومة بشكل صح، لأن الدين دائما لا يختار لنا شيئا إلا هو منفعة للإنسان. كان هذا توضيح لتوصيل المعلومة بشكل صحيح. المهم عائلة الفتاة ذهبت وبدأت تسأل كل الناس التي تعرف هذا الشاب لاختيار الزوج الصالح لبنته، ولكن الصدمة كان جواب هذا الناس إن هذا الشاب يصلي مرة ويترك الصلاة، حاله مع الدين بعيد. أسأل الله أن يهدينا جميعا. وعندما وصل الخبر عند الفتاة رفضته لأنها تريد الزوج الصالح، وعندما رجع هذا الشاب لمعرفة هل هذه الفتاة قبلته أم رفضته انصدم من الخبر من العائلة، لأن الفتاة لا تقبل به كزوج لها. لم يتقبل الخبر هذا الشاب، كيف أنا رجل غني ولدي أموال وترفضني هذه الفتاة؟ فأراد أن ينتقم منها ويبحث عن طريقة لتدمير حياتها وترجع في رأيها للزواج منه. أفضل طريقة وجدها مناسبة لتدمير حياتها هي الذهاب إلى الساحل، والعياذ بالله، وبالفعل هذا ما حصل. ذهب هذا الرجل عند الساحر المعروف في المنطقة وعرض عليه الأمر وحكى له قصته مع هذه الفتاة، أنه أتى لخطبتها وهي ترفضه وأراد أن يدمر حياتها وأراد أن تكون ملكا له. رد عليه الساحر اعتبر هذه المسألة منتهية، لكن سيكلفك المال الكثير. بما أن صديقنا لديه المال الكثير قال له انهي المهمة ولك ما تشاء من المال. الساحر قال له ارجع غدا سيكون الأمر منتهيا. وعندما رجع هذا الغني إليه انصدم بالجواب هذا الساحر، قال له لم أستطع أن أفعل لك شيئا، حاولت ولكن دون جدوى، اذهب عند الساحر الفلاني هو الذي سيقضي لك المهم، لأنه هو الذي علمنا السحر فهو كبيرنا لكن سيكلف لك المال الكبير، اذهب إليه واحكي له قصتك. ذهب هذا الشاب إلى هذا الساحر بعد أن طلب منه أن يقضي له الأمر، طلب منه
الساحر مبلغا ضخما، لكن صديقنا الغني ليس لديه أي مشكلة في المال. المهم عندها هو أن هذا الأمر يكون مقضيا. الساحر طلب من الشاب أن يرجع له في الغد. هذا ما حصل. رجع هذا الشاب إلى هذا الساحر الكبير، وبه يتفاجأ بنفس الجواب الساحر السابق. فرد عليه الساحر وقال له: نجوم السماء أقرب إليك أن تمس هذه المرأة. فتعجب: كيف أن نجوم السماء أقرب إلي أن أمس هذه المرأة؟ قال: أرسلت لها الشياطين والجن والمرضى، وبالمناسبة المرضى أعلى المراتب الجن، ما استطاعوا أن يمسوه، لأن هذه المرأة في كل ليلة قبل أن تنام تقرأ سورة البقرة. صدق رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطالة، والبطالة هم السحارة. فهي بركة في كل شيء، في مالك وأولادك وكل شيء أنت تملكه، أي الندم على فراقها. ولا يستطيعها البطالة كل ساحر متجبر لديه سلطة كبيرة، فإن سورة البقرة فهي مهلكة. هذه المرأة تعيش في نكد، في هم وغم مع زوجها وأولادها، وحياتها كلها مشاكل، ضيق في البيت، هم وغم. يوم من الأيام جاءت جارتها وأشفقت عن حالها وقالت لها: لماذا لا تقرأين سورة البقرة؟ وبدأت تحكي لها عن فضل سورة البقرة والمداومة عليها وعجائب سورة البقرة. وبالفعل بدأت هذه المرأة تقرأ سورة البقرة كل يوم، كل يوم وهي تقرأ سورة البقرة. في يوم من الأيام رأت رؤية عجيبة، رأت امرأة قبيحة في الوجه، أتت هي وأولادها فقالت لها: نحن أهل الأرض، جئناكم لنخرج من بيتكم فأخرجتمونا بسورة البقرة. نحن أهل الأرض، جئناكم لنخرجكم من بيتكم فأخرجتمونا بسورة البقرة. صدق رسول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. تقول هذه الفتاة: بلغت 40 سنة ولم أتزوج، تجد نفور شديد من الرجال، كلما تقدم إليها رجل إلا وكانت لديه مشكلة في فسخ العقد. تقول: 40 سنة بدون زواج. تقول: سمعت في مقطع يتكلم عن فوائد سورة البقرة وعن فوائدها ومواظبة عليها، فمنذ تلك هذه الليلة فقمت بمواظبة عليها، فبدأت أقرأ كل ليلة سورة البقرة. في يوم من الأيام كنت أقرأ سورة البقرة فسمعت شيئا ساقطا خارج المنزل بصوت عالي. خرجت لأرى ماذا حصل، فرأيت الشجرة التي كانت في بابنا سقطت كاملة وأخرج منها السحر، وإذا سحر يخرج من تحت الشجرة منذ 40 سنة. وسبحان الله، وأنا الآن بفضل الله متزوجة ولدي أولاد وأعيش في راحة وطمأنينة، وذلك بمداومة على سورة البقرة. وسبحان الله، من يقرأ سورة البقرة يجد انشراحا في الصدر والراحة والطمأنينة. آخر آيتان في سورة البقرة لهم فضل كبير. روي البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة كفاته. ولماذا نفرط في هذا الكنز العظيم؟ أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا، ويجعلنا من المداومين على سورة البقرة. وفي الأخير لا تنسى الاشتراك في قناتنا ليصلك كل جديد، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. آمين يا رب العالمين.